وقلت للإخوان حذاري ثم حذاري استخدام جوجل أوثنتيفيكاتور. وهذا غادي نعود نجاوبك على السؤال ونعود نفقه الإخوان والأخوات بخطورة هذا التطبيق. هذا التطبيق هو اللي ما كيعرفوش أو اللي إذا تصادفتي مع شي شرح غادي تلقى أنه هو واحد التطبيق تيحمي لك حساباتك اللي هي أونلاين، بحيث أنه مثلا ملي كتدخل المود باس ديال فيسبوك بحال الأخ تطلبوا منه واحد الكود وتتخصك تمشي التليفون وكتحل جوجل أوثنتيفيكاتور وكيعطيك واحد الكود وداك الكود هو اللي كتدخل عاد تقدر تمشي أو لا تقدر تكمل تسجيل الدخول ديالك. الخطر في هذا التطبيق مشى لك التليفون بحال كيوقع للأخ أو لا خسر لك التليفون غيمشيو لك حساباتك كاملة، غيمشي لك الفيسبوك كنتي مأكتيفيها في انستغرام غيمشي لك الانستغرام، مأكتيفيها في الكلاود فلير غيمشي لك الكلاود فلير، غيمشيو لك جميع حساباتك وباش ترجعهم صعيب وصعيب بزاف. لهذا كنصحك الاخوان والاخوات اللي بغاو يحميو الحسابات ديالهم من الاختراق وبغاو يخدموا بالمصادقة الثنائية، لأن المصادقة الثنائية هي أفضل وسيلة باش تقدر تحمي راسك، أنهم يستخدموا بهذا التطبيق اللي كنستخدم أنا. ها هو التطبيق اللي كنستخدم أنايا شخصيا سميتو أوثي. هذا خصك تخدم هذا ماشي الجوجل هذا. وانا عارفكم دابا ما كتشوفوش هذا، كتشوفوا هذه ديالاش وغتقلب هذه علاش وغادي تمشي تنصطالي هذه وغادي تقلب على هذه، فهمتيني؟ انا عارفك غتمشي لهادي وهادي، انا عارفك غتمشي لهادشي كامل، ولا انا كنهضر على هادي هادي الو. هاد 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 التطبيق هذا ديك العمليه ديال لا جينيراسيون ديال الجينيريشن ديال الكودات تكون في الكلاود، ما كتكونش اونيفو ديال التليفون، كتكون في الكلاود. وعليه ملي كيمشي ليا تليفوني ولا كيخسر ليا ولا شي حاجة كنتيليشارجي هذاك التطبيق في اي هاتف اخر وكندخل فقط الايميل والمود باس وكيتعاود يتفتحوا ليا الحسابات ديالي وكيعطيوني لي كود باش نقدر ندخل.